من نجوم زمن الفن الجميل التي عملت مع أبرز نجوم الوسط الفني في مصر مثل الزعيم عادل إمام والفنان محمود ياسين وغيرهم الكثير. بدأت حياتها الفنية من خلال المسرح، ثم انتقلت إلى الأعمال التلفزيونية، ثم بعد ذلك ركزت على السهرات التلفزيونية والمسلسلات الدينية بشكل خاص. إنها الفنانة ولاء فريد. ولدت الفنانة الراحلة ولاء فريد في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بالجمهورية العربية المصرية لأسرة بسيطة وميسورة الحال. بدأت دراساتها الابتدائية في مدارس مدينة بنها، وتابعت تحصيلها العلمي في نفس المدينة حتى وصولها المرحلة الثانوية. بعد تخرجها من الثانوية انتقلت ولاء فريد إلى القاهرة لدراسة المرحلة الجامعية، وهناك انتسبت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرجت منه. بدأت الفنانة ولاء فريد مسيرتها الفنية من خلال المسرح والسينما، حيث قدمت فيه العديد من الأعمال المسرحية مثل الحريف من بطولة الزعيم عادل إمام، وامرأة بلا قلب من بطولة الفنانة سهير المرشدي، كما شاركت في فيلم صانع النجوم الذي كان من بطولة الفنان القدير محمود ياسين والفنانة سهير رمزي، وفيلم الأقمر من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة نادية لطفي، وشاركت في فيلم 10 على 10 بطولة الفنانة مديحة كامل والفنان القدير يحيى الفخراني، وفيلم دقة زار بطولة الفنان فريد شوقي والفنانة سهير البابلي، وخطة الشيطان من بطولة الفنانة سهير رمزي وغيرها. قدمت مسرحية ليلى والمجنون تأليف صلاح عبد الصبور وإخراج فاروق زكي، بالمشاركة مع الفنان عثمان محمد علي والفنان وجدي العربي وفكري صادق. بعد سنوات عديدة من عملها في السينما والمسرح، انتقلت إلى التلفزيون لتخوض تجربة جديدة، فقدمت فيه العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي حققت نجاحات كبيرة. وكانت مشاركتها الأولى في التلفزيون من خلال المسلسل الكوميدي أدركني يا دكتور الذي كان من بطولة الفنان حسن يوسف، والذي كان بداية انطلاقتها نحو الشهرة والنجاح. ولعل من أبرز أعمال الفنانة ولاء فريد التلفزيونية مسلسل أحلامك أوامر مع الفنانة ماجدة زكي، وأسلحة دمار شامل مع الفنانة هالة صدقي، وشاركت في مسلسل اختطاف مع الفنان القدير مصطفى فهمي والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وكذلك شاركت في فوازير جيران الهنا بطولة نادين. ثم ركزت ولاء فريد في الفترة الأخيرة من حياتها الفنية على السهرات التلفزيونية بشكل عام والمسلسلات الدينية بشكل خاص، فشاركت في مسلسل المرأة في الإسلام. آخر أعمال الفنانة ولاء فريد كانت مسرحية هي في حياة الرسول من إخراج أحمد الكحلاوي، والتي شارك في بطولتها عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم أحمد ماهر، نهال عنبر، ناهد رشدي. والجدير بالذكر أن المسرحية كانت من تأليف سراج الدين عبد القادر، حيث كانت تدور أحداثها حول دور النساء في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعاملاته مع زوجاته وبناته. كانت الفنانة الراحلة ولاء فريد متزوجة من السيناريست محمد الحموي، وأنجب ابنهما عمرو الحموي، والذي رحل عن عالمنا في عام 2020 بعد صراع طويل مع المرض. توفيت الفنانة ولاء فريد في يوم 27 يناير من عام 2022 بعد صراع مع المرض، حسبما أعلن الفنان محمود عامر على حسابه على موقع فيسبوك قائلاً: توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة الإنسانة ولاء فريد، وتم دفنها منذ قليل في بنها، ربنا يرحمها ويغفر ليها ويسكنها فسيح جناته. تم تشييع جثمانها ودفنها في مسقط رأسها بنها، حيث أحدث خبر وفاة الفنانة ولاء فريد حالة حزن وصدمة كبيرة لدى الجمهور والفاعلين في الوسط الفني والثقافي.